السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. حرائق جديدة الآن اليوم في منطقة باكارو ببجاية الأحد 17 سبتمبر 2023. تابعوا معنا هذا الفيديو. بجاية باكارو أي طول الحماية الله حرام عليكم يا خويا، احنا ما عيطنا لها شوية، عيطنا لها وما ما يشعلها غير هنا، يشعلها بزاف بلاي صاي لك الفوقات مرة جبل قاعد يقال راي لا تولى ليه الشامبر برا بومرداس الله ما لبالي خويا ما نعرف ما يعني قاعدة تشعل غير تشعل هذي ها هاي بدات تقوى كل أرواح تفيا دروك يا ربي يستر وخلاص واش انت فيها خويا راني وحدي هنا غير انا واحد ما ينساش ها واش تطفي واش تخلي